السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام للمتابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل كده، يعني بدل الأكل هنعمل تنظيف، هننظف النيش. طبعا هننظفه من التراب، النيش طبعا تراب، وأنا بعمله بصراحة كل سنة. تمام، هنشيل ده كله وهننظفه مع بعض ونرصه مع بعض، نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه تاني. اول حاجة اللي انا هفضي النيش ده كله، هنضفه من جوه وهغسل المفارش بتاعته وهغسل الحاجة بتاعته، كل اللي في النيش طبعا هيتغسل والمفارش، وهيتنضف من جوه كويس وهيتمسح كويس وننضفه تنظيفه تمام بالشكل ده. اول حاجة بجيبها بعد ما نزلت كله وفارش وكل حاجة، ببدأ ان انا انزل كل النيش في جنب، ودي مش من عادتي اللي انا انزل كل النيش، انا كل مرة بعمله بنزل درفة درفة بصراحة، بس المرة ده شلته كله عشان انا هنقله من مكان. تمام، فحطيت البريل طبق فيه بريل، حطيت طبق بالشكل ده وطلع من الطبق اللي فيها بريل واحطها في المية النظيفة عشان تشطف، وبعد كده بصفيها بالشكل ده. كل ده انا عملته بالشكل ده، عملت كل الطبق الصيني وكل حاجه وكوبايته كله غسلته وصفيته بالشكل ده طبعا، وغسلت ونضفت النيش من جوه من التراب، وغسلت طبعا المفارش ونشفت، مسحت المرايه، كل ده ايه ظبطته. وهبدا بقى ايه ارص الرصه بتاعتي، اي بقى رصه انتوا تحبوها وتفضلوها بترتاحوا لها. تمام، انا بقى بدات اعمل كده الطباق ورا بعض، يعني حطيت الحمالة بالشكل ده، حمالات الطباق حطيتها ورا بعض، رصيت بالشكل ده، وحطيت الطبق في الخلفية ورا وقدامه البراد، ورصيت حوالينه كده الفناجيل القهوة. ودلوقتي جبت اللي هو الكاس، كاس اهم حاجة يكون شفاف، هعلي بيه فناجيل الشاي بالشكل ده، يدي منظر وشكل جمالي. طبعا وانتي بترصي بتبدأ يجيلك الافكار، يعني يا رب الرصة تكون عجبتكم، هي رصة بسيطة واغلبيتنا بنعملها يعني. والحاجات ديت انا متجوزة بقالي 12 سنة، الحاجات دي من 12 سنة، وطبعا اكيد اللي متجوز في وقت من 12 سنة هتلاقي عنده معظم الحاجات اللي زي كده مشابهة يعني. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. دلوقتي هحط الصيني، عندي حمالات البلاستيك البيضة ديت الشفافة، وعندي حمالات اللي هي ايه البيضة الكبيرة بالشكل ده اللي هرص عليها الطباق. فانا ببدأ بحط الحمالات الاول، وبعد كده احط بقى الطباق في الخلفية بالشكل ده. وعلى الحمالات اللي هي الطويلة البلاستيك ببدأ أرص الطباق ايه ورا بعضيها بالشكل ده. الحمالات دي حلوة وبتدي منظر حلو جدا في الآخر. ببدأ أرص الطباق كده ورا بعضيها، ممكن تعملي كبير في صغير يعني الرصة دي ترجع لك. وابدأ بردك الاتجاه التاني، ببدأ أحط ايه الطباق بالشكل ده. وجبت طبعا اللي هي بتاعت الشوربة، حطيتها على كام طبق عشان تعلى، وبعد كده هجيب فناجيل القهوة برصها حوالين بولة الشوربة بالشكل ده، بعملها داير ما يدور. تمام بالشكل ده على طبق، طبعا هي محطوطة اهي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب فناجيل الشاي وابدأ برضك اعمل رصة تحتيها بالشكل ده، بتدي منظر حلو جدا. بعمل كده شكل الدايرة بالشكل ده. تمام، وبعدين السكرية وبتاعت اللبن، هبدأ بقى ايه احط في اول رف خالص اللي انا كنت حاطة فيه الاكروبال، لا هغير الاكروبال خالص وهحط الكاسات بتاعتي بالشكل ده. فانا حطيت طبعا 3 كاسات طوال بالشكل ده على الجوانب، واحط عليها الكوبايات الصغيرة، يعني انا حطيت كوبايات طويلة وعليها كوبايات صغيرة من نفس الطقم،
وهنا طقم الشربات، بدأت أحط الشفشق بتاع الطقم وأبدأ أحط عليه الكوبايات بالشكل ده، كاساته بالشكل ده. وهنا عندي كاسات هبدأ ايه اعمل لها شكل الوردة، اعمل شكل كده على الجوانب بالشكل ده، يعني في كوباية تبقى واقفة وده هيكون نايم بالشكل ده على شكل وردة كده. يا رب ايه اقدر ان انا اكون موصلك، يعني وصلت ليكم الفكرة بتاعة الرص يعني. وهبدأ بالكريستال، هنزل كده من الكاسات كأنها يعني واقعة من الكاسات بمنظر كده وبترتيب. ودي رصة كمان هبدأ بردك، حطيت المفارش وهنا هحط طقم الخشاف، هحط بولة كده وعليها بولة، بولة نايمة وعليها البولة بتاعتها بالشكل ده. وبردك هعمل هنا هحط كاس وعليها كاس بالشكل ده، وهوقف كاس بالشكل ده. يعني الرصة اللي تحبوها، واي افكار هي بتيجي الافكار، وانتو يعني اي حد بيرص نيش بتجيله الافكار وهو بيرص. وهنا عندي طقم بردك شربات، الاول كنا بنقعد نجيب كوبايات يعني من كام سنة، يعني كنا نفضل نجيب كوبايات كتير وكاسات كتير كده، دلوقتي طبعا يختلف الجهاز خالص. بدأت أرص الكوبايات بالشكل ده حوالين شفشق الشربات، هحطه جنب بعض بالطريقة دي، يعني ثلاثة كده وثلاثة كده، وهنيم ثلاثة نفس الشكل، يعني أنا عندي نفس الشكل، فكل دوت حطيته في ضرفة لوحديه في رف لوحده كده، يعني وقفت ثلاثة وهنيم ثلاثة. هنا بقى طقم القهوة، جبت بولة بيضة بالشكل ده عشان ارفع البراد بتاع القهوة بتاع طقم القهوة، وبعد كده هبدأ بقى ارص حوالينه الفناجيل، داير ما يدور كده بالشكل ده. خليت كده الرف دوت للقهوة عشان عندي طقم قهوة وعندي طقم القهوة فرداني لوحده، ستة ست اطباق وست فناجيل، وعندي الطقم بتاع القهوة. فانا عملته كده بالشكل ده، حطيت السكرية وحطيت اللبانة بقى بالشكل ده. وهنا برضك عندي كاسات حطيتها ثلاثة كده وثلاثة كده، وهبدأ اني كده معاها تبقى ثلاثة واقفين وثلاثة ايه نايمين. حطيت السكرية الصغيرة ديت معاهم، وهبدأ أرص كريستال بالشكل ده. المفارش اللي عندي ديت بقالها من ساعة ما دخلت، يعني 12 سنة والله العظيم، ولسه زي ما هي. كل واحد بقى يشوف الفيديو يقول له هو متجوز بقاله قد ايه، وايه اللي عنده متشابه يعني معايا. ربنا يسعدكم يا رب جميعا. فطبعا خلصت خالص النيش ورصيته، هوريه لكم. دي الرصه اللي كنت رصيتها اللي هي ايه الكاسات اللي انا غيرت، حطيت الكاسات فوق بالشكل ده، نيمت كاسات ووقفت كاسات ومديها ايه منظر. ده طقم الشربات وده طقم كاسات حطيته على شكل الورده بالشكل ده، وجنبه طبعا وقفت تلات كاسات وعليها اللي هو ده الطقم اللي كان بيجي تلات تلات كوبايات مية وتلاتة شاي، حطيتهم فوق بعض بالشكل ده. يا رب اصلا التصوير يكون واضح. الكريستال طبعا مديها شكل جميل جدا، والتحف دي كانت عندي طبعا ما جددتش اي حاجة، يعني مش جددت اي حاجة خالص في النيش. التحف دي كانت عندي من زمان خالص، يعني من ساعة ما دخلت.
وده طقم الشاي. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت الكاسات اللي هي الشفافة دي، رفعت بيها فناجيل الشاي بالطريقة دي. يعني حطيت اتنين هنا واتنين هنا، اتنين على اليمين واتنين على الشمال بالشكل ده، مديه منظر حلو جدا. وده طقم الصيني، وده الرصة بتاعته. ودي رصته بالشكل ده، عملت على الجوانب رصيت الطباق على الجانب الشمال واليمين والبولة، وحوالينها طبعا الايه الفناجيل. مديها شكل حلو جدا والله، شكله حلو يعني. وباقي طبعا الصيني حطيته في اخر رف. يا رب الرصة تكون عجبتكم. وهنا بقى باقي الصين وشنطة المعالق طبعا مسحتها طبعا ونضفت ده كله، بقى ما شاء الله منور يعني، بان عليه النظافة. وده كده شكله من بعيد. طبعا الإزاز كله مسحته من بره ومن جوه. وادي طقم القهوة، طبعا حطيت البراد عليته بس عشان يبان، وحوالينه الفناجيل. وده طقم خشاف اللي هو شكل الوردة اللي هو بتاع المهلبية والرز بلبن. وده الأكروبال، أنا كنت حاطة الأكروبال مكان الكاسات، فأنا غيرت وحطيت الأكروبال في ضرفة كده لوحده في الجنب. وهنا طقم الخشاف وطقم الكاسات، نيمت اتنين بالشكل ده وحطيت كاس في النص. وهنا طقم الخشاف، وهنا طقم كاسات. وطبعا دي الصواني بتاعتي حطيتها ورا كده بالشكل ده. وهنا بقيت طقم الاكروبال، بقيت طقم الاكروبال. يا رب الطريقة يعني، يا رب يكون طريقة الرص عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.